عامة لحزب العمال الخطوة التي تنوي وزارة التربية الوطنية تطبيقها بشأن إدراج اللغة العامية في عملية التدريس في الطور الابتدائي، مؤكدة أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى زرع التفرقة وتشتيت الهوية الوطنية في الوسط الاجتماعي. المزيد من التفاصيل في ميكروفون أحمد مدني. أنا تاني قريت هذيك المعلومة اللي تخص استعمال الدارجة في الدارجة المحلية. صحيح أنه هذا الشيء ما يوحدش، إحنا اللغة هي اللي توحد، هي اللي عندها المقاييس، هي اللي عندها القواعد نتاعها. الدارجة يعني من بعد صعب التوحيد فيما يتعلق باللغة. أشرف الفريق جايد صالح